المقصود يا إخوتي ليس الشجرة في حد ذاتها، ولكن المقصود كل نفس كثيرة الورق وعديمة الثمر. واحترس أيها الحبيب أن تكون أنت هذه الشجرة، من بره نقول عليها إيه في الأمثال مش كده، ومن جوه ده مش يعلم الله، بس ده ما فيهاش ثمر، ما فيهاش ثمر. التين ثمرة معروفة، ثمرة عالية السكريات فيها، لما تدققوا في التينة لما امسكها كده بنلاقي فيها حبوب صغيرة جدا. الحبوب دي لوحدها ملهاش طعم، لو خدت حباية كده بالملقاط وجيت تدوقها ملهاش أي طعم، لكن مجموع الحبوب وهي بعضها في التينة وهي مقفولة كده مليانة سكر ومليانة عسل وحلوة المذاق، لدرجة إن في بلد هناك في فلسطين اسمها بيت فاجي، هنسمع كتير عنها في الأسبوع ده. بيت فاجي جاي من كلمة فيج، فيج يعني تين بالإنجليزي، فيج، فمليانة بالشجر التين ده. واحنا عندنا هنا في المناطق الصحراوية التين موجود زي ما بنشوفه باستمرار يعني. أين التين؟ أين الثمر؟ هذه التينة لها صفة حلوة، إن الحبوب جنب بعضها متجمعة فمتحدة، ودي صفة جميلة قوي، ومتحدة علشان تعطينا المذاق الحلو. ولكن في نفس الوقت هذه الشجرة أظهرت الأوراق ولم تظهر الثمار، إنها عقيمة. منظر من برة بس. وهذه لعنة الرياء، فلعن الشجرة، ملهاش قيمة الشجرة عشان تدينا التين، ما بتديناش التين. حياتك هل فيها ثمر؟ هل في داخلك وأيامك، والأسبوع ده بيعدي علينا من سنة لسنة، هل في ثمار في حياتك؟ هل في ثمار تفرح الآخرين؟ هل في ثمار حلوة المذاق؟ والقلبك فيه إيه؟ ما هو المسيح لما هيقابلك هيقول لك هو قلبك الثمر اللي فيه شكله إيه؟ يا ترى ثمار حلوة ولا ثمار مرة ربنا ما يسمحش؟ إيه الثمر اللي عندك؟ وهنا تظهر خطورة هذا المرض الذي ممكن يصيب أي واحد فينا، وهو صورة أو مرض الرياء.